كنت كنعرف واحد السيد من درب عمر كان موعدني بالزواج، وملي سمع بانني حامله قال لي تنزلي هذاك جنين في كرشك. انا ما بغيتش صافي، ملي كنعيط ليه كنعيط ليه مابقاش كيجاوبني، وبقيت حتى كبرات كلشي ومشيت للدار ما قبلونيش دارنا صافي. نتفاجئ الجمعيه اليوم واحد السيد كان موعدني بالزواج، ولكن ملي هضرت معاه على انني حامله ما بغاش صافي. التجأت للجمعيه ماما سلطان ما بغاش يعترف بالولد ديالو، قال لي حيديه صافي. وما بغيتش انا نعس الله، ما بغيتش نحيده الرقم التليفون ديالو، مابقاش كيجاوبني مابقى واخا كنتصل ما كيجاوبنيش صافي. وما نلجأ للجمعيه شي 7 شهور هكاك من بعد احمد كان موعدني بالزواج، كيقول لي غنتزوج بك، غنقولها لدارنا، ولكن ما عمرو جا لدارنا. زايده في 88 لا ماشي بالبرشي. كنت دايره التليفون وانا نلقى هاد الجمعيه ديال ماما سلطان، جبتها من التليفون ولات في السبيطار وهي جابتني بكل شيء مرتاحه بحال في دارنا. لا ما بقاوش كيتصلوا بيا نهائيا، هذاك الشيء عندي الوالده ما عنديش والد، ميت شحالاتي. الله عمرها دار، هي كل شيء فيها، امي فيها، دارنا فيها كل شيء، كاع داك الشيء اللي بغيتو لقيتو فيها. شفتهم كلهم بقاو فيا حيت حسيت بهم، شفتهم كلهم بقاو فيا، الوليدات الصغار الامهات كل شيء بقى فيا، حيت كلهم وقع لهم نفس اللي وقع لي انا، وما بغيت حتى بنت توقع لها هذا المشكل اللي وقعت في انا، حتى وحده ما بغيت لها هذا المشكل اللي وقعت في انا. ما يبقاوش يثيقوا في اي واحد ويثيقوا بشي حد اللي موعدهم بالزواج. اذا كان ولد دارهم وكان ولد الناس اللي غيسرني، يكون ولد الناس، يكون راجل ولد الناس، ما يكذبش عليا، ما يدير لا تحرمت من كل شيء. احساس كيكون صعيب باش تبعدي من عائلتك وما يبقى عندك حتى واحد، كتكون صعيبه بالاخص الوالده. ما جاوبنيش حيت بالنسبه ليها انا بحال بهذا الشيء، بحال بالنسبه ليها مت انا، قالت لي اول مره